حطيتكم علينا. دائما كنقول لكم نتوما السند من بعد ربي سبحانه وتعالى. المهم المشاهدين، هذا الفيديو كان ضروري نخرج به، وخاصه راح اشوف هذا الموضوع راه شحال هذه ما عمري ما درت عليه لايف ولا فيديو، ما كنتش باغا نهضر عليه، ولكن بما انني كنشوف بلي صاحبه الموضوع باغا تبدا عاوتاني سلسله وحده اخرى، ولكن ماشي مشكل تنيانيه وبزاف ديال الحوايج اللي تقالوا وما ما كاينينش، هذا هو السبب علاش غادي ندير هذا الفيديو هذا. بدايه تحيه كبيره للناس اللي في ولايه الامن فاس على التعامل ديالهم اللي كان صراحة تعامل جد محترم، تعامل قمة في الأخلاق. شكرا لهم بزاف بزاف بزاف، وغادي نقول لكم بالأحوال زعما الحوايج اللي أنا وليت كنحتفظ بهم لراسي صراحة، وبحال هكا ما طلعوش ما تعرفوش ما تقالوش. شحال زوينة تخلي لراسك حوايج ديالك أنت لو بغيتي تقوليهم وما تقالوش وحيت ما تعرفوش. علاش غنطلع اليوم ما طلعتش البارح؟ حيت البارح في الولايه فاش كنا خارجين طلب منا الضابط اللي كان معنا، قالنا حتى شي وحده فيكم ما دير لا لايف ولا فيديو. انا صافي خرجت من الولايه احترمت القرار ديالو اننا ما نديرو لا لايف لا فيديو، ولكن يلا واحد الشويه وانا صافي راكم عارفين الخضره خرجت من صاحبه الامر، ما عندي ما ندير ماشي مشكل. وسبحان الله راه قلت للضابط قلت ليه شوف راه استاذ غير غادي دير واحد 6 7 العشيه غادي تطلع اليوتيوب غادي تلقى مقلوب وغادي تلقى تصاور سميره معتقله، سميره قبطوها في الحبس، سميره حبيبي، سميره عديدي، سميره وني داكشي اللي كان. اه يا خوتي دابا قولوا لي برا حاولوا برا اتمنوا لنا بعدا شي شويه ديال الخير. غندخل معكم دابا المشاهدين في الموضوع. والبارح السبت كانوا الوليدات راكم عارفين نشحوا، كنتوا معاهم بواحد الحفيله، قلنا غنديرو حفله. كانت كوثر مسافره تسنيت اختي تاجات، جات معايا الملاد ديالها، قلت انا بنغيرو من داك الروتين ديال الحفله في الدار والنجاح في الدار، كتقدر مرونه نمشيو شي بارك عائلي. هي هذيك اقترحت عليا ايمان وبشرى نمشيو لواحد البارك في طريق سيدي حرازم، بارك عائلي وكيكون فيه هكا المغنيين والناس دايرين عيد الميلاد لوليداتهم اللي محتفل بالنجاح وهذا. وبما اننا كنا مشينا شي شويه معطلين وكانوا بزاف ديال الوليدات اللي عندهم عيد الميلاد اللي هما محتفلين بالنجاح ديال ولادهم، كان ضروري نتسناو حنا نوبتنا على داك الشيء. تعطلنا حتى 12 ونص ديال الليل عاد جات نوبت اشراق لينا وديال كوثر. المهم بارطاجيت معكم الفيديوهات وراكم شفتوهم. صافي عجبتنا السهره، عجبنا الحال، كلشي خرج فرحان، اشراقوا لينا وكوثر عجبتهم المفاجاه وهذا. تمينا خارجين صافي، كان ضروري اننا ندوزو واحد البراج باش نرجعو للدار. ما وصلنا للبراج انا صراحه في هذا الخطا فيه بزاف ديال الاخطاء، انني ما كنجاوبش بعدا في التليفون، انني ما كنراقبش الوثائق ديالي، يقدر لاكارت ناسيونال يتسالى شهر ما نشوفوش، حتى نمشي نقضي به شي غلط ويقولوا لي مسالي لا سيونس، حتى كيبقاو يعيطوا لي نهار يا ثلاث ايام اربع ايام مقيده لهم سميتهم كنلقى سميت لا سيونس عاد كنمشي كنجري عندهم. المهم فاش قبطوني في البراج كيلقاو بلي البيرمي مسالي، قال لي راه البيرمي تسالى وغادي تضحكوا عليا ولا ربما تقولوا واش هذه بليده، ولكن شوفوا والله العظيم راني بليده بليده وفي قراراتي في كل شيء. بقيت كنقول لي واش البيرمي كيتسالى واش عنده تاريخ صلاحيه، قال لي راه البيرمي كيتسالى. ناضت ايمن كتضحك عليا بقاو كيضحكوا عليا، كوثر وبشرى كلهم اختي كيضحكوا عليا واش ما عرفاش البيرمي كيتسالى، قلت لهم والله العظيم ما عرفت البيرمي كيتسالى. صافي شويه دار البيرمي بوانتاه ولا عيط لي قال لي انا باغي نهضر معاك، هبط هبطت لعندهم صراحه تعامل مزيان، قالوا لي فاش خدامه سولوني شي اسئله قالوا لي راه عليك شي شكايه. صافي قلت لي ديالاش؟ قال لي ديال التشهير. فاش قال لي شكايه ديال التشهير قلت انا زعما ما جاتنيش البالي ان شي حد انا معايا راه ولا شي حد، ما بقيت كنقول شكون يقدر يكون ديال انا معايا حتى شي واحد. صافي هي هذيك قال لي ضروري خصنا تمشي باش نستمعوا ليك ضروري، يعني غادي نمتثل الاوامر ما يمكنش نقول لهم لا، ولكن كان ضروري شي حد اللي يوصل للدراري ومن الدار. كانت معايا ايمان هي اللي كلفت انا وصلت من الدار، وصراحه احترموا القرار ديالي قلت لهم راه ما غادي عافاكم مع نتوما لابسين الكسوه وداك الشيء ولادك غادي تخلعوا خلي ولادي يمشي وعاد المهم غادي نبداو الاجراءات. صراحه احترموا القرار ديالي ولادي مشى وصافي بدينا الاجراءات مشينا للولايه. انا كنقولها وكنأكد التعامل ديالهم جد جد محترم، في الصباح عطاوني الفطر مهم داك الشيء اللي سمعتوه حكا بايته مكرفصه بايته دايره داك الشيء راه ما كاينش بصفه نهائيه بايته. نقول لكم على السبب علاش كان ضروري انني نبقى واحد الساعات طويله في الولايه. دخلوا واحد المكتب وكانوا الضباط جالسين داكشي وكاين الكرسي جالس فوق الكرسي، مشاو يقلبوا لي على الدوسي ديالي، هاد الدوسي هذا اللي فيه زعما الشكايه ما لقاوش، لسوء حظي انا السيد اللي مكلف بالشكايه ما كاينش داك الليله يعني ما خدامش حيت جاي السبت. صافي يعني اضطريت انني نبقى جالسه حتى الصبح يعني من الوحده وشي حاجه ديال الساعه يا حتى الصبح كان ضروري. جا الضابط الاول مسكين في الليل قلب، جا الضابط الثاني الثالث، يعني كلهم قلبوا لي على داك الدوسي ديال الشكايه ما لقاوش. لو كان انا طلق الدوسي اللي فيه الشكايه باش هما يعرفوا شنو غادي يسولوني، حتى هما براسهم ما عارفينش يعني سميتي ولا الرقم ديال البطاقه الوطنيه وكلشي طالع لهم، ولكن انا شنو كاين في المضمون الشكايه ما عارفينش فاش يسولوني. قلبوا عليه ما لقاوش، يعني كان ضروري كيدخل الضابط الاول ولا يمشي يقلب الثاني وقلب والو ما لقاوش. قالوا لي ضروري غادي تبقاي دابا كاس معنا هنا في المكتب باش نحيدوا ديك الهضره سميره راه اعتقلوها مشات للحبس وهذا. بقيت معاهم حتى الصباح بما جا الضابط اللي هو مكلف بداك الشكايه. صافي غير جا واحد شويه جبد الملفات، جبد بزاف ديال الملفات المشاهدين، بزاف ديال الملفات اللي جبدو جبدو حدايا. الاول ما فيش سميره، الثاني ما فيش، هما نفس الشكايه، الثاني ما فيش سميره، الثالث ما فيش سميره، عرفتوا شحال ديال الشكايات
نقول لكم الحقيقه ولكن ماشي ديالي ماشي انايا. حتى انا واحد اللحظه كيلقاوني في واحد البارتيه مذكوره، بارتيه مذكوره، صوني قال لي تشهير. قلت انا ما عمري ما شهرت بهذه السيده، ما عمري ما عايرتها، ما عمري قال لي تحرك، انا ما عمري ما حرضت عليها. زعما ولا كانت شي حاجه من هذا النوع انا نعمر اشتهرت ولا حرت، ماشي مشكل. يعني الانسان يحط السي دي ويحط الاستقراء ديالو ونشوف انا شنو قلت. يعني انا براسي ما فاش لقيت راسي شكايه فيها التشهير وفيها التحريض وفيها بزاف ديال الحوايج جاتني عجب. ما كاين لا سي دي، ما كاين لا استقراء، ما كاين لا حتى شي حاجه. كان ضروري انهم هما يعيطوا للسيده اللي شكايه بيا. صافي اتصلوا بها، جات. بعدا واحد الحاجه غادي نقولها، الحاله اللي دخلت عليها هاد السيده جات بها للكوميساريا راه واحد الحاله زعما اللي ماشي هي الحاله اللي كتطلع بها في الفيديو بصراحه. يعني الفيديو طلعتي به مفرعنه، طلعتي به حاسه براسك، طلعتي به بومبيا، ولكن الحاله باش دخلتي للكوميساريا ما كانتش هي هذيك. طلعتي في واحد الحاله يعني ماشي هي هذيك كاع بصفه نهائيه. اما بانك تقولي انا عبايه ولا لبست العبايه ولا حت العبايه، شوفي انا اخر وحده غنشوف في الشكل. الا كنتي انت ما رضيتيش بيا انني نشوفك بالعبايه ونشوفك بديك الشكل، فانا ما عنديش مشكل نشوفك بلابسه كلاكيطه، لابسه طالون، لابسه، انا ما تهمنيش الشكل. باش زعما ما كانش عاد تشرحي للمشاهدين، انا ما كنتش غنطلع نوصفك ولا انا اصلا فيديو ما كنتش غادي نطلع نديرو. يعني راه اضطريت دابا بما انك انت درتي فيديو، بما ان كل واحد تيقطع من جنابو تيقول، كان ضروري انا غادي نطلع فيديو. حالتك كي جيتي للولايه ماشي هي حالتك باش طلعتي في الفيديو بصفه نهائيه، لا علاقه لا بالشخصيه ولا بالشكل ولا بكل شيء. وكان فرق كبير غير باش في الفيديو نبانو بومبيان ونبانو بلي حنا الامر بيدينا ونقدروا نصيفطوها للحبس ونجيبوها للحبس. الحبس لا، الحبس راه كيمشيو الناس بقوانين وكيمشيو الناس اللي دايرين. علاش ماشي اجي وصيفط للحبس؟ لا انا راه ما غاديش نصيفط للحبس. انا لا الحبس اجي، ماشي اجي ودخل الحبس. لا انا تذكر القائمه ديال التشهير والتحريض ما لقيت عليها سيدي، ما لقيت عليها حتى شي حاجه. شي حاجه من غير داك الشيء اللي ذكرتيه، التحريض والتشهير، حتى هو ما كاينش عليه دليل. وما عمري انا ما بارطاجيته لا فيديو ولا في لايف ولا درت عليه حتى شي حاجه. يعني غير كغل كانتقام على اش انا واحد النهار مشيت للمحكمه وديت بواحد الاقوال اللي ميمكنليش انا ندير بها في اليوتيوب. دابا نتوما المشاهدين شحال من مره شحال كل واحد شنو كيلومني في نظركم؟ لو انني كنتو كتسولوني وخرجي قولي لنا، لو كان انني دابا خرجت قلت لكم ونقول لكم داكشي اللي تقال اللي قلت انا في المحكمه، كنت دابا ما غنترحمش لاباس اللي انا قلتو في المحكمه وما قلتوش في اليوتيوب. وقلت لكم راه كاينين شي حوايج كيتقالوا في المحكمه ما كيتقالوش في اليوتيوب. راه عرفتوا شحال من شكايه، راه شي 9 ولا 10 ولا مع شحال 8 شكايات اللي محطوطين بالناس اللي داروا التشهير في هذا الموضوع. مع شحال من شكايه محطوطه، الناس اللي كانوا كيخرجوا في هذا الموضوع ويفرعنوا فيه ويخليوه ما يقولوا وقطع من جنابهم، راه تحطت بشحال من شكايه حدايا وانا تنشوف الاولى الثانيه الثالثه محطوطه. راه الحمد لله انا ما عمري ما بارطاجيت معكم هذاك المشكل، واي حاجه كانت عندي بخصوص هذا الموضوع كانت حطيتها في المحكمه، ما درت عليها فيديو ما درت عليها لايف. على داك الشيء كنت كنخلي اي واحد شنو تيقول فيا، الدايره الكذابه، الا كنت كذبت ولا درت ولا، راه على هذه اللحظه ما كنتش كنخرج نقول لكم لا، راه غنقول لكم غنفعل لكم وندير لكم على هذه اللحظه. والحمد لله هذا هو الموضوع. وواحد الحاجه لاباس لي صراحه شدوني فاس وما شدونيش وانا مسافره ولا شي حاجه، حيت كان صراحه تقبضت في شي براج من غير فاس ومعايا ولادي. وهذا راه غير هاد اليومين كنت كنقول غندي ولادي للقنيطره، زعما حيت القنيطره قريبه لينا، كنت كنقول غندي ولادي لواحد النهير تما كاين يدوزوا في البحر ونجي. لو كانت تقبلت يعني في شي طريق خارج فاس راه ولادي مساكين كانوا غادي يتكرفصوا. الحمد لله اللي هنا فاس. المهم المشاهدين، الضابط صراحه استمع لينا في منتهى الاحترام، عطانا وقتنا، عطانا كل شيء. كان واحد الاقتراح ديال ان قال لي واش ممكن يكون بيناتكم شي صلح ولا. قلت له شوف استاذ، انا نقول لكم الصراحه شنو تكال. قلت له راه ابدا ما عمر ما غادي يكون شي صلح، حيت هاد الناس راه تيخدموا بهذه القضيه وراه ماشي في صالحهم انهم يحبسوها بصفه نهائيه. جرب، كانت واحد التجربه كانت فاشله وانا ما بغيتش ديك التجربه، ما بغيتهاش بصفه نهائيه. من بعد كنا وحده كتدخل وحده كتخرج وحده كتدخل وحده كتخرج، وفي واحد اللحظه يعني هكا جينا مع بعضياتنا سلمت عليها. وماشي اول مره كنسلم عليها، حيت هذه القضيه ديال السلام وسلمات عليا شتك بغيتي تستغلها في واحد النطاق زعما بحال انا راني جيت عندك نستعطفك تنازلي ولا لا. لا انا ما جيتش، ماشي اول مره كنسلم عليك، راه تلاقيتك عند امي وبامي مور ما جا من العمره وسلمت عليك عادي. وكنسلم عليك انا ما بيني وبينك حتى شي حاجه، سلمت عليك وكان عليك تكملي للناس وتقولي لهم شنو قلت لك. انا ما سلمت عليك، قلت لك شوفي هذا السلام حيت عرفتك، عرفت الاخبار غادي تخرج وغادي يتقال سميره سلمت على فلانه وغادي وشنو المضمون، يحولوا المضمون كما بغاو. ولكن كان عليك انت تقولي سلمات عليا وقالت لي راه غير كملي في شكايتك وكملي في المساطر ديالك كامله. وهذا السلام هذا غير بما اننا دم واحد وبما اننا واحد النهار انا كنعقل ولادي واش ديتيهم
ولا تلاقيتيهم مع خاتم كوثر ودخلتيهم للقهوه وتهلتي فيهم وكلتيهم وشربتيهم في القهوه ودرتي الخاطر الاشراق، بقات ما بين انا وصلتني داك الهضره بقات ما بين عينيا. اما باش انني نسلم على تنازل وحكا وهذا، علاش غادي نطلب انا تنازل؟ انا ما غنطلبوش وما عمري ما طلبته وما غنطلبوش وما طلبتولكش. وانا دابا تنقول امام المشاهدين حيت ها اللي تيكتبك سميره كترغب في الخاص، انا دابا تنخرج في العلن، ما طلبتش تنازل وما غنطلبوش وما تطلبش البارح وما عمره ما غادي تطلب، وعمر شي حد ولا شي حد فعائلتي يمشي بلا خبر يدير شي اجراء. على على ود التنازل ابدا، هادي كملي في المساطر من البدايه حتى للنهايه، ما تنسي حتى شي حرف من المسطره، حيت هذا الموضوع انا كنت كنحشم نهضر فيه، ولكن بان لي بلي انت عاجبك تطولي وعاجبك ديري عاوتاني محتوى وعاجبك اليوم تقديم، غدا ولايه غدا كوميساريه. انا هذا الموضوع كان ممكن، راه قلتها تفتفت في الولايه، كان ممكن ان هذا الموضوع كنت انا من الناس اللي قرابين تعرفوا اخر الاخبار في الموضوع، وكان ممكن انني نبقى نحل اللايفات وندير 3-4 فيديوهات في النهار ونحل لايف في المحكمه ملي تكون جلسه، وقبل من المحكمه نقول لكم شنو كاين ونخرج باخر الاخبار من المحكمه ونخرج باخر الاخبار الحصري، داكشي اللي تيتقال الحصري يكون عندي انا ونخدم به ومع شنو ندير به ندخل به ومع شنو ندير به. ورفضت انني نهضر في الموضوع، ومع عمري ما بارطاجيت مع المشاهدين ولو حرف في هذا الموضوع هذا، ما عمر كانت عندي شي حاجه مشيت لبلاصه القضاء وحطيتها ودليت بها، ما شهرت ما قلت ما حررت ما قلت لهم اجي نقول لكم شنو كاين شنو كاين، واخا ان المتابع تما تجيش ديالو ضدي في هذا الموضوع، وكلكم نتوما العائله اللي مختصه في هذا الموضوع ربحتوا ارباح كبيره في هذا الموضوع ربحتوها، وانا اللي كنت الوحيده اللي خسرت خساره لا في السمعه ديالي في كل شيء، خساره ماديه خساره في اخلاقي خساره في سمعتي، وتحملت ديك الخساره وبقيت مستمره وتنقول ماشي مشكل موجه وديزه، ولكن باش عاوتاني نولي انا هذا الموضوع اللي تنحشم نهضر فيه وما شرفنيش حتى نناقشو، وانت عجبك انك تولي ديري بي سلسله وتطلعي بومبيا، وانت البارح جايه في واحد الحاله لسانك سارطا وما غاديش نقول لك وما راضياش براسك وما وطالعه في الفيديو بومبيا عليا، لا عرفتيني ولا الا ما احترمتيش على الاقل حتى السيد اللي طلب منا انا ما نديروش فيديوهات، على الاقل طلعي بواحد الاخلاق وطلعي بواحد عادي وقولي اللي كاين، ماشي تزيدي حوايج من جهتك. جيت جلست حداك طلبت انا ممنوع تدخلوا التليفون للولايه، وانا فاش يعني مشيت كنت تليفوني صافي خليته مع صاكي في الطوموبيل، كنت بغيت نطمن عليهم حيت بقات مخلوعه عليا وبغيت نطمن ولادي عليا ونشوفهم حتى هما. صافي قلت لها عطيني التليفون ديالك عادي، انا راه قلت لك هذه الجمله وتنعاود نقولها لك، قلت لك حنا دم واحد، انا بغيت ولا انت ما بغيتيش ولا انا كرهت ولا انت بغيتي بالسيف عليا، وقلت لك هكا قلت لك حنا غنبقاو هكا دم واحد، ولكن الاجراءات وهادشي المحاكم غيكمليهم حتى التالي سيري فين ما كان فين ما كان، اخر حاجه سيري ديريها. وجيت لعندك قلت لك عطيني التليفون باش نسول على امي وعلى ولادي، خديت التليفون من عندك سولت على امي سولت على ولادي كيف باتوا سولوا فيا عندك وتقولوا لهم عندك وتخلعوهم. من بعد الضابط شافني كنهضر التليفون انتردي، جا قال لينا ارو التليفون شكون دخلوا داكشي، عطيت له التليفون. بقيتي مبهوضه فيا بقيتي مبهوضه فيا، قلت لي كيفاش كتسولي على ولادك كتبغي ولادك؟ هادوك ولادي غادي نبغيهم غادي نموت اليوم غنموت اليوم. قلت لي شوفي كي كتسولي على ولادك، هادو راه ولادي غنسول عليهم عادي. قلت لي انا دابا بابا كان تحكم بشي سنوات طويله ديال الحبس، هذاك الموضوع قلت لك راه انا ما غنهضرش فيه، هذاك راه بقى في المحكمه وما عمري ما بارطاجيتو وما عمري ما غنبارطاجي وما عمري ما غنطيح في الفخ انني نهضر فيه، حيت عارفه لو ان غادي يتم شحال المحاولات كان ان تتم الجر ديالي داك الموضوع، وكره بصح دابا كنهضرت في داك الموضوع وكره بصح لي ما نرجعش عند ولادي ابدا، ما غاديش نرجع لولادي. داكشي علاش ما بارطاجيتوش معاكم، اللي كان عندي حطيته وتقال وصافي وسدات. صافي المشاهدين يعني استمعوا الاقوال دخلات، تم بزاف ديال الاسئله طرحوا عليهم كتقول لهم لا ما قالتش لا ما دارتش لا ما قالتش لا ما دارتش لا ما قالتش لا ما دارتش، علاش انا الف شكايه ما محطوطه بزاف الشكايات، وانا شكايتي تلخصت في جوج سطور، ما محطوط عليها سيدي ما محطوط عليها شي مقطع ديال الفيديو ما محطوط عليها حتى شي حاجه، علاش كردة فعل انتقامية منك لأنني مشيت شت في المحكمة، هادوك جوج سطور اللي تكتبو في حقي شي تا ورقة طويلة نقول تكتبت حقي شي شكاية اللي ما مكتوباش، أنا جاية داخلة مدخلاني في واحد جوج سطورة ما عندي ما نقول لكم، غير المهم خصو وقيلا نجرجرها خصو وقيلا نخوفها خصو وقيلا أنا ما عرفتش. المهم بزاف الحوايج اللي نفاتو كتقول لهم هذه ما كايناش هذه لا هذه لا هذه ما كايناش هذه ما كايناش، الموضوع اللي دابا رصينا عليه هو الموضوع اللي قلت لكم انا يعني ما نقدرش انا نخاطر براسي يتهز على اساس تشهير على اساس هذا، يعني داك الموضوع غيبقى في المحكمه. هذا الشيء اللي كاين المشاهدين، ما كاينش شي حاجه من الناس اللي تيبقاو يخرجوا يقولوا لكم لا حبيبي ديت وعدي ديت وتشدات وعاملوها، المعامله كانت جد
اخلاق منتهى الاخلاق معايا، ما كاينش حد اللي قال لي حتى شي كلمه خايبه، احترموني بزاف ديال الحوايج. انا مع اي واحد عنده حقه عند الاخر بغى ياخذ بالقانون، ما ياخذوش بالفيديوهات. عندك حقك، مشيتي للولايه درتي شكايه ولا مشيتي للمحكمه درتي شكايه، خوديه بالقانون وكملي في القانون. ماشي تبقاي تخرجي ديري فيديوهات وحقك الا بصح انت مظلومه ما تخرجيش ديري فيديوهات، ما تخرجيش صافي سير القانون جدي وصافي سالينا وسدات مدان. ما تبقاش كل مره لك 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 انا ما كنتاجرش بيك وانا ما درتكش موضوع وما درتش قضيتك. مع العلم انا كنقولها وكنعاودها، كان ممكن وقلت حتى في الاخر راه كان ممكن هذه القضيه ديالك، انا كان ممكن نكون انا اكبر وحده كنت كتخرج الحصري وما خرجتوش. وبالنسبه للتحريض اللي تيتقال، انا ما عمري ما حررت ان دير بك انت شكايه في داك الموضوع ديالك. انا كانوا دائما عندي نقاشات، السيده اللي دارت بك شكايه انت في هذه القضيه ديالك، كانوا دائما عندي نقاشات معها على بزاف ديال الحوايج. ونهار اللي جيتي عندنا من بعد با امي ما مشاو للعمره، غوت عليك ولمتك وغوت عليها ولمتها بجوجكم، وما خرجتش درت فيديو نقول لهم راه البارح جات لعندنا وراه غوت عليها وراه غوت على السيده اللي حتى هي دايره شكايه بها. لا صافي داكشي بقى في الدار، حضرنا له حنا في الدار، كانت عمتي فاتحه، كانوا بناتها، كلشي شافنا. صافي بقى داكشي في الدار، ما خرجتش كندير فيديو. وكليت العصا، وكان ممكن ندير فيديوهات، كليت العصا مع هاد القنوات، كل واحد شنو تيقول لك، كل واحد يخلص الله. وكان ممكن نخرج انا اول وحده نقول لكم الو، نقول لكم راه المشاهدين اللايف دابا شنو وقع شنو وقع شنو وقع في الدار، وراه هذا وراه ممكن غيوقع الصلح وممكن غيوقع وممكن غيوقع. وكيك صافي هذاك بيناتكم موضوعكم، خرجوا به ما تخرجوش به. انا ما سوقيش فيه، انا ما شرفنيش ندخل في داك الموضوع ونبارطاجيه ابدا بصفه نهائيه. هذه غير تسليمه وقلت لكم بها سني درت منها فيديو. بزاف المشاهدين اللي كانوا كيسمعوا شي اخبار من كيسمعوا اخبار من هذا اللي تيكتب عليها الاخت الغداره، الاخت اللي كتدير اخبار للطرف الثاني، الاخت اللي كتفعل، الاخت هانتوما السيده اللي كنت كنتلام على ودها انني انا كنت ندير الاخبار وكنتصل بها وكندير لها، هي دايره بعدا بيا اول شكايه. ثاني حاجه انا غير سلمت عليها، خرجت دارت فيديو راه سلمت عليا. في نظركم دابا نتوما كنت انا كنتصل بها وعندي رقمها وعندي واتساب وكنتواصل معها وكنقول لها شنو كاين والاخبار، كانت هاد السيده غادي تسكت؟ ما كانتش غادي تسكت. كانت وقال الاوديوات ديالي دابا راهم كيشيروا، شحال دوك راهم كيشيروا في اليوتيوب، كيدير بهم فيديوهات وكيدير بهم لايفات. المهم انا نقول لكم اللي ما ديرش ما تخافش، هذاك الشيء كنت كنخلي كل واحد شنو تيكتب. راه سميره كتواصل مع الطرف الثاني، راه سميره كتقول، راه سميره هي اللي كدير الاخبار، كنت كنخلي كل واحد يقول ها هو سبحان الله هي في الاخر دارت بيا شكايه. وهاد الشكايه راه نقول لكم شكايه انتقاميه فقط، لانني واحد النهار مشيت للمحكمه وديت بالشهاده ديالي. انت هي كتقولي انا بغيت ننتقم من 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 هذا من السيد، السيد بلا ما غادي نذكر، كتقولي انا غننتقم منه، قلت لك غننتقم منه. سمع اش غادي نقول لك، باز وجهك والله باز وجهك. شتي انا وكان بصح غننتقم منه، وكان اللحظه اللي تقبض، اللحظه اللي تقبض وكان دخلت طرف مدني هذيك القضيه، حيت انا كان مخلى فيا دنجاره، مخلى فيا مخناشي، مخلى فيا بلي هاد بنتي الصغيره غير بنت الحرام ماشي بنت الحلال، مخلى فيا بلي انا عندي علاقات وانا ما علاقات خايبين، مخلى ما وصفني، مخلى ما دار فيا، مخلى ما قال. وكان ممكن ندخل طرف مدني، انت عارفه راه كاينين الناس دخلوا طرف مدني وخداو تعويض وتزادت الشهوره ديال السجن، وما دخلتش طرف مدني ورجعت للور. كل واحد يخلصو ربي، كل واحد يخلصو ربي، يعني تخلي غير امرك بينك وبين ربي راه غادي ياخذك حقك، وما دخلتش طرف مدني. ونهار داك السيد اللي كنت انا واحله حتى لرجليا وفي مشاكلي، كان كيخرج يضرب فيا وكيضرب لي في شرف ولادي وكيضرب في شرفي، ومشيت ودارت به شكايه مباشره. وفي اخر لحظه جات عندي امي، جات عندي امي كترغبني وكتطلبني، وانتم ما عارفينهاش وباقا بتاريخها عندي وباقي بكل شيء واقع عندي، وليت بوحدي تنازلت من تلقاء نفسي. صافي انا ما عنديش اللي كتقولي لا كتنتقم وبغيتي تحولي الامر يعني لانه انه انه، علاش غادي ناختي غادي ننتقم منه؟ كان بغيت كملت في شكايتي، وكان بغيت وكان فاش تقبضت نمشي ندير ندخل طرف مدني حتى انا، وكان ولكن هادشي كله ما بغيتوش. اللي كتقولي لا دابا راه قالت لي غادي قولي وقيسي، قولي وقيسي، قولي وقيسي. ولا بغيتي حقك، حقك راه عند القضاء، شكايتك عند القضاء، المساطر كملها من الاول حتى التالي وصافي. وهادشي اللي كاملين وصلوا للفينال قولي لهم شنو كاين، وانت غادي نخرج نقول لهم اللي كاين. وهادشي المهم المشاهدين صراحه الموضوع ان ما يمكنش يدار شي حاجه محترمه، راه هاد القضيه كانت واحد المحتوى كبير اللي مستحيل ان شي طرف من هاد الاطراف اللي تنشوف انا يقدر يتنازل وما يبقاش يهضر في هاد القضيه من سبع المستحيلات. هي القضية سدات، احنا راه نبداوها بشكايات واحد اخرين ونخرجوا نقولوا اليوم في الولايه، باتت في الولايه التقديم فوكات، نهار التقديم عاوتاني غنخرجوا نعرف الا عندك حق خذي بالقانون وهنينا. وانا تنقولها لك من هنا من عندي امام المشاهدين في العلن، اي واحد يكتب سميره ولا ترغب في، انا تنقولها في العلن، انا المسطره ديالك بديتيها من الاول كمليها حتى للتالي، ما تخليش حرف في المسطره ما تخليهش. ويكفي انك الباح جات كتقولي لا هذه ما كايناش هذه ما كايناش هذه ما كايناش، يكفي هذه تقولي هذه ما كايناش هذه ما كايناش هذه ما كايناش. انا ما فهمتكش، كتقولي انا لا ما عندي ما ندير بالحبس شي واحد، لا الا ظلمك شي حد خصو يدخل يخلص الحق. صافي
الا ظلمك شي حد عندك حقوق عنده يدخل يدوز الحبس.